من مدينة رام الله ينضم إلي مراسل قناة اي 24 نيوز فراس حسن. مرحبا بك فراس. يعني بداية ضعنا في تفاصيل أكثر حول اللقاء الذي جمع العاهل الأردني بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. نعم أدهم، رغم امتناع الحكومة الأردنية عن توضيح خلفية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخاطفة والغير معلن عنها، إلا أن العاصمة الأردنية عمان اليوم استضافت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وأيضا رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، إلا أنها تأتي تحت بند المشاورات السياسية والأمنية، ويمكن اعتبار الزيارة أنها واحدة من المحطات التي تكشف عن لربما مخاوف أردنية فلسطينية مشتركة من تفجر الأوضاع في الضفة وتحرجها نحو التصعيد، وانعكاس ذلك أيضا على الأردن، خصوصا أنها تأتي بعد أيضا لقاء برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنكرة والرئيس الفلسطيني، وبعد حوار الفصائل أيضا الفلسطينية دون الوصول إلى مبادرة مصالحة في القاهرة، وهذا يعني أن بعض الأوراق تخضع لترتيب ما. ويمكن في المقابل أيضا ملاحظة أن الرئيس محمود عباس جاء إلى عمان بعدما غادرها أيضا الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ولقائه أيضا اليوم كما أشرت أنت والزميل عمر لقائه مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في إيطاليا. العاهل الأردني الملك عبدالله من جانبه أكد أهمية توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وتكاتف جميع الجهود لإيجاد لربما أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وأيضا حذر من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي. فراس، هل يمكن القول بأن هذا اللقاء أيضا تناول دعنا نقول ترتيب المشهد الفلسطيني المقبل، لا سيما وأن الحديث يدور عن من يخلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الفترة القادمة، وأيضا الحديث عن تدهور الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية؟ بالفعل أدهم، أولا موضوع التطبيع الإسرائيلي السعودي كان أيضا على طاولة المفاوضات، وهذا يخشاه الجانب الفلسطيني والأردني بهدف الخشية الأولى بهدف تحميش الصورة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، وذلك سيؤثر على وينعكس على الشارع الفلسطيني وبالتالي سيؤثر على الأردن. مصادر أيضا غربية مطلعة على الحيثيات والتفاصيل أشارت إلى أن الأردن أيضا أقنع الإمارات بحاجة ملحة لتجنب أي مفاجآت في الضفة الغربية عبر توفير مظلة عربية قد تشمل ربما الأردن ومصر والإمارات لأي حوارات وترتيبات خاصة بمحورين كما أشرت، الأول خلافة الرئيس محمود عباس، وثانيا سيناريو الحفاظ على التركيبة الحاكمة في السلطة الفلسطينية، ونحن نتحدث عن حركة فتح حتى لا يحصل ربما فراغ أو انهيار قانوني وفوضى وانفلات يمكن لحماس الاستثمار فيه لربما مناخه. وحسب ما كشفت أيضا مصادر فلسطينية فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث مع العاهل الأردني مقترحا أمريكيا لعقد اجتماع خماسي جديد مع إسرائيل بمشاركة أيضا مصرية أردنية أمريكية، خصوصا أن الزيارة تأتي أيضا بعد ساعات من لقاء الملك عبدالله مع بريت ماكوريك وهو نائب مساعد الرئيس الأمريكي والمنسق في البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا بحثهم القضية الفلسطينية. وحسب أيضا المصادر نفسها أدهم فإن واشنطن اقترحت عقد اجتماع يضم السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى جانب الأردن ومصر وممثلين عن الإدارة الأمريكية. أيضا تأتي كما قلت في ظل هذه الزيارة ترقب السلطة الفلسطينية التسهيلات التي أعلن عنها الكابينت الإسرائيلي بانتظار مصادقة إلى الآن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تلك التسهيلات التي تتضمن منها تجميد استيفاء الديون المستحقة لإسرائيل على السلطة الفلسطينية والتي تبلغ نحو 500 مليون. وحسب ما منشر في وسائل الإعلام وعلى اي 24 فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حتى الآن يعارض منح السلطة الفلسطينية أي تسهيلات. أشكرك جزيلا الشكر فراس حسن مراسلنا، كنت معنا من مدينة رام الله، شكرا جزيلا لك.